بيعيش يا ما بيعيش. كل جاك تمام. بارك شايف وشو مضوي وصلت فيه الكهرباء. بس الله ستر، كهرباء الدولة 130 نفدنا. شو ده معي واحد مشحون؟ لا قصدين. طالع إذا بشوفك مرة تانية بس شوف بالشارع، مو بالبيت، بالشارع، بدي حطك على التوتر العالي. هلا بدي افهم، كل هالشيء صار بغيابنا، ليش خليته يروح؟ كنتوا خلوه لحتى اجي، كنت بلبسط عيونه. ما راح لحاله، ماما قلعته، قالت له شو هذا؟ جي، خسرته هي راحت. يا لطيف، يا لطيف، شو البني ادم مغطى بقشة؟ كنا مفكرينه ادمي، طلع طويل هبيل. هي من تحت تبن. هي من تحت تبن يا بنت عضو الكلب. اصلا انا ما نسيت اكل هالحكي. لك خرسي بلاي خرسي، انا كله هذا عم اعمله لمصلحتي. رحتي انتي حضرتك جبتي لي الدب لكرمك. يلا خلصونا خلينا نمشي. امي اخذ العود معك جميل. لكن امي هلا بيحرجوني بيطلبوا مني انه غني. لا ست الحزن، خلصينا بقى 3 ساعات بدنا نستنظري. ايه خلصنا. ان شاء الله ما افتكر حضره جنابك رايحه معنا. طبعا رايحه، لكن انا ليش لبست ثيابي؟ ليش ما بدك اياها تروح معنا؟ لا ما بدي اياها تروح معنا. حرام مرت عمي، خليها تروح. لك هلا الناس اذا سالوني شو بدي اقول لهم؟ متخانقه هي وجوزها هيك؟ اذا سالوا بنقول لهم راحوا على الضيعه، اندفزوا وخذوا وراح. فوتي نمري لشوف بقوطي. تعالي تعالي بغيابي. اذا فرجي بيجي وبتفتحي له الباب، هذا شايفتي الشعر كله، هذا شايفتي بنتفه كله، فهمتي؟ خلاص ما بفتح له، ما بفتح له. نبري بوطي بلا سهر ناقصي. يلا ماما تعي بوسيني، ما بعرف ايش حابب تقهر كم يوم. ما اعدمك يا جميل شو ادمي، خليني اياك شو مهذب. عملت فيني هيك؟ ها تضربوني بالمولوتوف وتسالوني شو عمل فيك هيك؟ شو هي العراسه؟ امنت على حياتي ابو، اعطوني اياها. ايدك كبسه، انت بتصدقي اني انا بساوي هيك شغله؟ لا ما بصدق. طب احكي مع امك اقنعي، قولي لها فرج ما بيحكي مع بنات غيري. ما بقدر يا فرج، امي ما بتقتنع من حدا. مظبوط، طبعا صعب، بس في مره هيك حاولي، حاولي بزياده، حسسيني انه عندك شخصيه. خلاص بلا بلا انا بحكي معها. عود انت، انا فايت احضر عشاء. حضري. يلا اشرب من طاسة الرعبة كمان شوي. يلا خلاص راحت الرعبة الحمد لله. فرج كيف نمت امبارح؟ قاعد لحمة انا. شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ من كل شيء خمت. شو اكل الطيب؟ ما اكلت. ما خوت خوت كون كوساي. كوساي يلا كبيرة كبيرة، هاي اكبر شيء. شوي شوي ان شاء الله صحة وهنا. سامي على قلبك دايما دايما الحمد لله. طعمتنا من غيرك، لا تحرجنا لحدا غيرك. هلاي شو عملت بالمكواية؟ شيل لي همك المكواية، كتفي ماله همك. اه بلا ها مني، تعا شعلي لي هالتلفزيون بدي اتفرج على كاساندرا، راحت علي حلقة امبارح. فرج هلا بيرجعوا. يرجعوا؟ من امبارح ما مديت رجلي، قومي شعلي التلفزيون. هلا شو بدك بطيخة كاساندرا؟ إذا أمي عرفت إنك جيت ما بتفهمني. إيه شو أمك بعبوع؟ قومي شعلي، قومي بتشوف الحلقة. شو عليك؟ الروح بالواطي، شو عليك؟ بيطلق عليك حكي. وينه المفتاح؟ شو مؤسف؟ تعال امي.
ماما ما خفتي لحالي؟ من شو بدي خاف يا ماما؟ عم بتفرج على التلفزيون. جميل وحسينة وينهم؟ يضرب هو والسهرة قطال اياها حباية صباح حباية المساء كزاني قدام تعالى. مشان هيك تركت السهرة واجيت، قلبي كان ناقزني انا. من شو قلبك ناقزك؟ ما في شي. عدي ماما اليوم بدي اجيب صبي كساندرا. حلوة المسلسل كساندرا. قلتي لي كذا كاندرا. وينه؟ ما بعرف. قلت لك وينه؟ مو على سقيفة. فراج فراريجو زي حبيبي زي ولا فراج زي ما بتلقيني؟ لا زي ما بتلمسيني ابدا ابدا انزل علي الامان يعني عليك النسنيس انزل شي بينفعه في اسباب قويه لا تسالني شو هي لا تحرجني لاني ما راح اجاوبك احد محروس مثل ما بتامري ست الكل اللي بدك اياه راح يصير كلكم كده يا رجاله بدبرك بغير حلقات ما طعمي جوا ولا مو جوا هلا انت ما كنت تربى لسه رايح شاي واحد غيرك لازم يكون بالعنايه المشدده هلا بلع لك فطاطي ما طعمي جوا ولا مو جوا جوا فراج اطمن رح تصير عصفور طيار طيار لك انت طيار لانه صار لي يومين مولوتوف عم بيشيلني امك واي عم بتحطمك على كل انا ما بحبس بقائك في مكان مكشوف وضعك ما بيسمح لك أنا مو جاي لعندك، أنا جاي لعند عمه أبو فايز مشان يتواصل لي عن مرت عمي. أبو كيروز، وينك أبو كيروز؟ هلا أول ما بتطلع مرت عمي من الغرفة بتأنذرني بتقول بارود هربوا. بارود هربوا. يا عيني عليك برافو. يمكن ما تلحقوا تهربوا. لا قول بارود هربوا. لك ليك هربوا. أنا ما دخلني هو اللي هربوا. محروس، روح لغرفتي شوي. قلت لي شو قال له؟ قال لي هربوا قبل هربوا بارود والتنتين سوا بارود هربوا لمين الليرة؟ إني هالليرة هاي الليرة لمين؟ الليرة أبوك يا كنديشن تعبتي قلبي هي غزالي متجوز ما قلت لي لحالك بالبيت انا قلت لك حبيتك انا قلت لك لك مقوصه اذا قال لك لحالي بالبيت بتجي ايه بشوفيها اطلعي لبرا تضربي شوقها اطلعي ناقصتك لاني انا مغطى بقشه حيه من تحت تبن ما هيك مرت اخي يا ابي شو ما عليك ماما ولا جميل انا اول مره بشوفها اول مره بالمحل ما بعرفها وفرج قال هيك
لك كل واحد منكم عنده مرة بتسوى تقلى ذهب، تضربوا على هالنفس الاثنية تضربوا.